مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية. واليوم حيكون في عندنا فقرة مهمة جدا تتكلم عن من هو الله. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، تحية ونعمة وسلام أبونا وإلهنا يسوع المسيح معكم جميعا. اليوم حنتكلم سوا عن موضوع مهم عن الله، وهو من هو الله. موضوع الله موضوع أساسي ومهم، لأنه في الحقيقة يعني موضوع الإنسان أيضا. ففي كل مرة يطرح فيها الإنسان سؤال حول ذاته، مصدره، جذوره، معنى وجوده، يطرح في الوقت نفسه السؤال حول وجود الله، لأنه يبين لنا مدى الترابط القائم بين الله والإنسان، حتى أنه لا يمكننا التحدث عن واحد دون الآخر. لا، بل أكثر من هذا، فإن الاثنان مدعوان علشان يعيشوا وحدة متماسكة لا تنفصل. على سبيل المثال اللي نعرفه بأنه المسيح إله وإنسان معا. مش المسيح قال كل ما صنعتم شيئا لواحد من إخوتي هؤلاء الأصاغر ففي قد صنعتم؟ متى 25:40. إن موضوع الله مهم لأنه بمثابة المفتاح اللي يخلينا نفهم الأمور الأخرى. أو بشكل أوضح، حنا ننظر إلى جميع الأمور من خلال هذا المنظار اللي هو الله، لأننا ننظر إلى مجمل الأمور انطلاقا من الإيمان. فمفهوم الإيمان ونظرتنا إلى الله هما اللذان يحددان لنا بقية المفاهيم. في أغلب الأحيان حنا نشكل الله بالوجه وبالطريقة التي تناسبنا، فنسقط عليه رغباتنا وميولنا وأمنياتنا وأحلامنا. وبهذا المعنى فإن بعض الانتقادات التي وجهت إلى المسيحية تتهم هذه بأنها تؤمن بإله يريد أن يبقي الإنسان طفلا غير مسؤول فيتكل في كل شيء على الله. وهناك انتقادات أخرى تقول بأن الله هو من نتاج الإنسان، أي بأن الإنسان هو الذي أوجد الله. قد نرفض إحنا هذه الانتقادات باسم الإيمان والدفاع المتعصب الأعمى عن الدين، ولكن علينا الاعتراف بأن فيها الكثير من الحقيقة، لأننا غالبا ما نعيش الله على أنه كذلك. فهو الذي يميت، الله أخذه، هذه هي إرادة الله إلى آخره. وهو الذي يجرب الإنسان، إن الله يجرب محبيه. وهذه العبارة ليست من العهد الجديد. ونقول بأن الله هو الذي يبلي ويعين، نقبل هذه الأمور لأنه يريحنا ويرفع عننا المسؤولية. من المريح لنا أن يعود كل شيء إلى الله، ولكن في ذلك هروبا من العالم ومن المسؤولية التي تقع على عاتقنا نحو العالم والإنسان. مش ربنا قال للإنسان أنموا وأكثروا وأملؤوا الأرض واخضعوها وتسلطوا عليها؟ تكوين 1:28. لكننا نرفض ذلك عندما يعاكس رغباتنا وأمنياتنا. معرفتنا لله نابع في الكثير من الأحيان من تصورات وأفكار ورثناها منذ القدم. وهذا يعني أن معرفتنا عن الله لا تنبع من معرفتنا
للكتاب المقدس، بل تأتي في أفضل الأحيان من التعليم التي تربينا عليها دون أن نحاول التطويرها والتعبير عنها بلغة اليوم. حنا الآن مدعوون إلى التفكير في هذا الموضوع على ضوء الكتاب المقدس علشان نقدر نكون صورة صحيحة إلى حد ما عن الله والإنسان معا. ورد في الكتاب المقدس إن الله حب، وهو ليس إلا حب. على حد قول اللاهوتي الفرنسي فرانسوا فاريون، وهذا يعني بالطبع أن الله لا يمكنه أن يقوم بأعمال مخالفة للحب، أو بمعنى آخر خارجة عن الحب. كل شيء زين هو من عند ربنا. الله ما يجرب الناس، لكن التجربة هي جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان لأنه خلق حرا، فلا وجود للتجربة بدون الحرية والعكس صحيح. والرب يبارك الجميع. آمين. يا بختك بالسماء نتعبك تستريح، كنت عايش كما يحق لنجيل المسيح. يا سعدك يا هناك اللي يسوع غناك، يا سعدك يا هناك اللي يسوع غناك، جهز لك مسكنك وخلاصك تمما. يا بختك بالسماء، يا بختك بالسماء نتعبك تستريح، كنت عايش كما يحق لنجيل المسيح. يا بختك بالسماء نتعبك تستريح، كنت عايش كما يحق لنجيل المسيح. يا سعدك يا هناك اللي يسوع غناك، يا سعدك يا هناك اللي يسوع غناك، جهز لك مسكنك وخلاصك تمما. بختك بالسماء، يا بختك بالسماء نتعب تستريح، كنت عايش كما بختك بالسماء. يا بختك بالسماء ما تعب تستريح، كنت عايش كما يحق لنجيل المسيح. أمينا في القليل تاخذ كثير مكانا بزيادة ودون كيل، عشت لربك بأمانة أمينا في القليل تاخذ كثير مكانا بزيادة ودون كيل. يا سعدك يا هناك اللي يسوع غناك، يا سعدك يا هناك اللي يسوع غناك، جهز لك مسكنك وخلاصك تمما. يا بختك بالسماء، يا بختك بالسماء لا تعب تستريح، كنت عايش كما يحق لنجيل المسيح. يا بختك بالسماء Thank you.
يقلك أكملت السعي وأحسنت الجهاد، تقضي أيامك معي ميراثك بالأمجاد. يقلك أكملت السعي وأحسنت الجهاد، تقضي أيامك معي ميراثك بالأمجاد. يا سعدك يا هناك اللي يسوع غناك، يا سعدك يا هناك اللي يسوع غناك، جهز لك مسكنك وخلاصك تمما، بختك بالسماء يا بختك بالسماء. لا تعب تستريح، كنت عايش كمان يحق لنجيل المسيح. يا بختك بالسماء، لا تعب تستريح، كنت عايش كمان. والنعم تفضل يا عبدي الأمين، مع قديسين تعلم افرح في كل حين. تسمع والنعم تفضل يا عبدي الأمين، مع قديسين تعلم افرح في كل حين. يا سعدك يا هناك اللي يسوع غناك، يا سعدك يا أنا اللي يسوع غناك، جهز لك مسكنك وخلاصك تمما، يا بختك بالسماء، يا بختك بالسماء. لا تعب تستريح، كنت عايش كمان يحق لنجيل المسيح. يا بختك بالسماء، لا تعب تستريح، كنت عايش كمان يحق لنجيل المسيح. يا سعدك يا هناك اللي يسوع غناك، يا سعدك يا هناك اللي يسوع غناك، جهز لك مسكنك وخلاصك تمما، يا بختك بالسماء، يا بختك بالسماء، يا بختك بالسماء. عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا ومرحبا فيك. كيف تعرف إنك مسيحي؟ أو متى تستحق تكون شخص من أتباع السيد المسيح؟ تعرف إنك تابع للسيد المسيح إذا كان المسيح هو القائد الحقيقي والمسؤول الأول والأخير عن حياتك، يعني هو إلهك وسيدك ومعلمك وصديقك وقريبك وأقرب المقربين لك، هو السيد على حياتك وعلى بيتك وعلى عملك وعلى كل تعاملاتك. تقبل كلامه وتطبق وصاياه مع نفسك وفي البيت وفي الشارع وفي كل مكان ومع أي
إنسان، فيكون هو الشخصية البارزة والمؤثرة في حياتك وشخصيتك من خلال تعاملاتك وأقوالك وأفعالك ومشاعرك ومشاريعك وحتى طريقة تفكيرك. فما عد تحيا أنت، بل المسيح يحيا فيك. تتكلم كلامه وتعمل أعماله وتشوف كل العالم بعينه ومن خلاله، وتتغير حياتك وتكون معاه إنسان جديد، فالأشياء العتيقة قد مضت وهالكل قد صار جديد. جديد يعني إن معرفتك فيه غيرت طبيعتك البشرية وخلتك إنسان جديد بطبيعة مسيحية جديدة. ولأن المسيح محبة، فأفعالك وردود أفعالك لازم تكون صادرة ونابعة من قلب إنسان محب. وإذا كانت طبيعة الإنسان العادي أن يقاوم الشر بالشر ويقابل الحب بالحب، أو يطبق نظرية العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، فطبيعتك الجديدة كإنسان مسيحي ترفض كل ذا الأفكار، فلا تقاوم الشر بالشر ولا العين بالعين ولا البادي أظلم، لكن تقابل الشر بالإحسان والكره بالمحبة والاضطهاد بالمغفرة والعداوة بالصلاة. فما عاد قانون العين بالعين والسن بالسن يتناسب مع طبيعتك الجديدة كابن من أبناء الله. كونك تابع للسيد المسيح يعني أنك تتعامل مع كل الناس بنفس تعامل المسيح معهم، بقبول ومحبة، حتى مع اللي يكرهونك أو بينك وبينهم عداوة، لأنهم أول من وصاك عليهم المسيح، وأكثر ناس محتاجين محبتك وصلاتك. وتفهم إن كل الناس أهلك وناسك ومحتاجين محبتك، مثل مش بس المسيحيين، لكن كل إنسان غيرك يعتبر أخوك وقريبك ومحتاج حبك وبرك. إنك تابع للسيد المسيح يعني إنك تتحل بأخلاق سيدك في الأمانة والصدق والحكمة والصبر، وتكون إنسان وديع ورحيم وبسيط، متواضع ونقي القلب، مسالم وصانع سلام، سلام مع نفسك ومع أسرتك ومع كل الناس. إنك تابع للسيد المسيح يعني إنك ما تعتدي ولا تخون ولا تخون ولا تظلم ولا تفسد ولا تكره ولا تحقد ولا تنتقم. إنك مسيحي يعني إن حياة الناس مقدسة عندك، ما يرخصها معتقد أو دين أو مال أو حريم أو أي شيء ثاني. فالإنسان عزيز جدا على قلب السيد المسيح ومدفوع فيه ثمن غالي جدا. عزيزي المشاهد، إنك مسيحي يعني إنك مواطن صالح في وطنك، تحب بصدق وتبنيه بجهد وتعب وتحرسه بعيونك من كل شر، تحترم قوانينه وتتقيد بأنظمته وتقبل شعبه وتشارك في تقدمه وازدهاره، وتكون عضو مفيد وفاعل في مجتمعك الصغير كجزء من وطن وعالم كبير، وتصلي أن يحفظ الله وطنك ويدوم عليه الخير والأمن والأمان. كونك إنسان مسيحي يعني إنك تحب الخير للكل وما تستأثر فيه لنفسك، ولأنك مؤمن بأن معرفة المسيح خير وخلاصة أكبر نعمة، فأنت حريص على مشاركتها مع أخوانك والناس حواليك، فتكتب أسماءهم معاك في سفر الحياة ويكونون أبناء وارثين معاك في الملكوت السماوي. إنك مسيحي يعني إنك ضامن الأبدية بدم المسيح ومغفورة لك كل خطاياك، ومع كذا ما زلت تحب عمل الخير ومساعدة الغير وتعمل البر، ولا تستهين أبدا بنعمة الخلاص أو تسترخص الخطية. أنت مسيحي يعني إنك تعيش، إنك ما تعيش بالسيف ولا تدين الناس، لا تقتل ولا تسبي ولا تغتصب. إنك مسيحي يعني إنك عارف إن كل الناس متساويين ومساويين لك، مهما كان لونهم أو لغتهم أو جنسيتهم أو جنسهم أو عاداتهم أو حتى ديانتهم.
تقدس أسرتك وتحافظ عليها وتكون دائما هي أول اهتماماتك، وتعرف أن المرأة مساوية تماما لك وفي كل شيء، في الحقوق والواجبات والاحترام والتقدير والتعامل، وكل واحد منكم له دور مكمل للثاني بدون تفضيل أحد على أحد، فكلكم معين وشريك ونظير لشريكه. إنك مسيحي يعني إنك عارف وحافظ وعود المسيح لك، وتدري زين إنه لا وعدك بغنى مادي ولا مركز اجتماعي ولا منصب دنيوي، بالعكس قال سيكون لكم في العالم ضيق، ومع كذا أنت قابل وراضي وحامل صليبك وماشي معاه ولا هامك أحد، وحاس أنك أغنى من الكل وفايز ومنتصر ورابح حياة أبدية وقوة معنوية وراحة نفسية. أنك مسيحي يعني أنك في علاقة مستمرة وشخصية مع الله، علاقة أثرت عليك وعلى منطقك وفهمك وأهدافك، فما عدت تركض ورا كسب مادي أو ملك دنيوي، لكن إنسان تقدس أفكارك قبل أفعالك وتطهر قلبك قبل جسمك، وتثق إن الله يحبك وخلق كل ذا العالم عشانك ولأجلك أنت وأهلك، فحافظ عليه وعليهم، واذكر إن وصيته لك أن تحبه من كل قلبك ومن كل تفكيرك وبكل قوتك، وتحب قريبك كنفسك، وتكون نور للعالم فيرى الناس أعمالك الحسنة فيمجدوا أبوك السماوي. وبكذا تعرف أنك تابع للسيد المسيح، فهنيئا لك باتباع المسيح، وهنيئا لكل الباحثين عن الحق. كذا كان المسيح، وكذا طلب منا نكون، وكذا نتمنى العالم كله يكون، فتكتب أسماءنا كلنا في سفر الحياة. وفي الختام أشكر متابعتكم، وفي انتظار أن ألقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام ختام، وفي أمان المسيح. يا الله احكم ببراءتي ودافع عن قضيتي ضد شعب ما يرحم، أنقذني من الغشاش والظالم لأنك أنت حصني. ليش رفضتني؟ ليش أطوف النايح من مضايقة العدو؟ ارسل نورك وحقك فيرشدوني، ويجون فيني إلى جبلك المقدس وإلى مساكنك، فأجي إلى مذبح الله، إلى الله فرحي، وأسبحك بالعود يا إلهي. ليش أنتي مكتئبة يا نفسي؟ ليش أنتي قلقانة في داخلي؟ ترجي الله، فإني أبي أقعد أحمده لأنه عون لي وإلهي. أحبتي في المسيح، وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة، وحنختمها بفقرة الاختبارات، وهذا الاختبار وصلنا من الإمارات من الأخ صاد ميم، يقول: لقد نشأت في أسرة مسلمة ليست متشددة ولا مرتخية، ولكن عادية مثل أي أسرة مسلمة. سافرت للخارج بعد الثانوية لدراسة جامعية، وهناك تعرفت على امرأة مسيحية كانت تدعوني للمسيحية. هذا الأمر أثار غيرتي كمسلم طبيعي، وأصبحت أبحث عن الطريق لكي أدعوها للإسلام، ولكن كانت القصص التي ترويها من الكتاب المقدس وعن سيرة المسيح شيء لا يمكن لأي بشر أن يصله،
وبعد الكثير من الدراسة والتحقيق والكثير من السهر والبكاء والدموع اختارني الرب لكي أكون من تلاميذه. أمين. وتزوجت وخلفت إلى الآن 3 أطفال. أمين. الرب يزيد ويبارك. وبعد زواجي بسنتين شعرت أن الرب يريد مني أن أدرس اللاهوت المسيحي، وقد تخرجت بدرجة بكالوريوس لاهوت مسيحي، وأعمل الآن في حقل الرب يسوع المسيح، له كل المجد. أمين. أمين. الرب يباركك يا أخ صاد ويستخدمك أكثر وأكثر. الإمارات دولة صديقة وجارة لينا، حنا السعوديين وحنا نحبكم ونصلي دائما من أجلكم ونصلي لخلاص الخليج كله. فأمين. الرب يستخدمك لخلاص الإمارات، وابدأ من أسرتك وأهلك في المسيح يسوع، يستخدمك أكثر وأكثر. أمين. الرب يباركك. أحبتي في المسيح، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم أترككم في أمان المسيح. إلى اللقاء.